بالنسبه للاكستشينج سيرفر عايز اقول لك على حاجه كده وبعد كده نتعامل مع الاكستشينج من ورا الايزنج. الاكستشينج سيرفر لما بتيجي انت كيوزر تاكسس الميل بوكس بتاعك اللي موجود على سيرفر على اكستشينج يعني ده الميل سيرفر بيكون قدامك اكتر من طريقه. الطريقه المشهوره قوي انك انت بتاكسس عن طريق الاوتلوك يعني انت محتاج انترفيس ماشي انت محتاج انترفيس تكونكت بيه على الميل بوكس بتاعك. الميل بوكس موجود هنا ده الميل بوكس زي ما احنا متعودين مع بعض محتاج انترفيس عشان تكونكت على الايه داتابيز بتاعتك لان ده يعتبر داتا فايل ده بيبقى دوت اي دي بي الناس بتوع الاكستشينج عارفين الكلام ده صح صح انت محتاج تكونكت فغالبا بيكون في انترفيس الانترفيس ده اما الاوتلوك اكسبريس يا اما مايكروسوفت اوتلوك ماشي. مايكروسوفت عملت حركه ظريفه قوي انك انت تقدر تاكسس بيها الميل بوكس انك تقدر تاكسس الميل بوكس بتاعك عن طريق صفحه ويب فبيسموها الايه الاو يعني اوتلوك بس ويب اكسس يعني هو الانترفيس بتاع الاوتلوك بس ايه ويب اكسس. طيب الطبيعي انك انت لما بتيجي تاكسس الميل بوكس بتاعك بتبعت الكريدنشلز لما بتيجي تبعت الكريدنشلز يعني اليوزر نيم والباسورد بيبعتوا كلير تكست يعني انت في الاخر يعني انت من الاخر بتعمل بيزك اوثنتيكيشن بتعمل بيزك اوثنتيكيشن فلابد انك انت تعمل ايه يا معلم ها لابد انك تعمل ايه لابد انك تشفر التشانل ما بينك انت كويب كلاينت وما بين الاكستشينج معايا كده ما بينك كاكستشينج كلاينت وما بين الاكستشينج سيرفر صح. فعشان كده مايكروسوفت بتستحي من نفسها ان هي تخلي لك امكانيه انك انت تاكسس الميل بوكس عن طريق الاو غير مشفره. فبتعمل ايه بقى بتعتمد على سيرتيفيكت بيلت ان موجود فيها نوت تراستد طبعا انما تفي بالغرض تفي بالغرض. فاحنا بندلت السيرتيفيكت دي اللي هي موجوده بيلت ان دي وبنبدا نتعامل مع سيرتيفيكت سيرفر موجود عندنا تراستد او شركه بره زي دي جي سيرت او فيري ساين ونطلب منها سيرتيفيكت ونسطبها على الاكستشينج سيرفر ماشي. والكلام ده كله بيتم من خلال لغه الباور شيل ما بيتعملش بالجرافيكال يوزر انترفيس صح. والناس بتوع الاكستشينج خدوا الكلام ده صح. عملنا ايه عملنا ريكويست وبعدين عملنا امبورت وبعدين عملنا انيبل بالباور شيل وبقى عندنا سيرتيفيكت متسطبه على الاكستشينج سيرفر يقدر اليوزر يستخدمها علشان ياكسس بيها الميل بوكس بتاعه من خلال الاو. مفهوم الكلام حلو. فلما نيجي بقى نببلش الكلام ده من ورا الايزا انا هتعامل مع الاكستشينج على انه ويب سيرفر لان في الاول او في الاخر انا محتاج ان انا اعمل ايه ها اخش على صفحه ويب بس سكيورد بس سكيورد فبكريت HTTPS listener على الايزا سيرفر وببدا ان انا اقول له ايه ها هوريك يعني بكاري HTTPS listener على الايزا سيرفر وببدا انا اقول للايزا ايه اسمعي لل HTTP request اللي جايه من دول واعملي ريدايركت على الميل سيرفر الفلاني صح. مفهوم حلو. نفس القصه مفهوم الكلام حلو. ده الكلام اللي انا عايز اقوله لك ان جنرال. تعالى بس ناخد حته كده بسيطه قبل ما نببلش الاو. هو انت عايز تببلش الاو بس ولا عايز تببلش الاوتلوك كمان؟ يعني ايه يعني من الاخر من الاخر لو في فاير وول كده اللي هو الايزا مثلا وادي الانترنت وادي الميل معايا وده واحد قاعد في بيتهم راح جاي مسطب الاوتلوك على المكنه دي مش ينفع من خلال الاوتلوك انا قلت لك ينفع تكونكت بالاوتلوك تفتح الميل بوكس بتاعك اللي موجود جوه هنا ولا ما ينفعش؟ هو اشمعنى يعني بالقوه ينفع؟ ما انا هببلش القوه من ورا الايزر
طب ما انا برضو ابلش الاوت لوك، يعني اخلي الراجل ده يكونكت بالاوت لوك على الميل بوكس بتاعه من ورا الايزا سيرفر، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. قالك لما بتيجي تظبط الاوت لوك علشان تكونكت بيه على الميل بوكس بتاعك، في اكتر من بروفايل، في اكتر من شكل. الشكل اللي الناس بتوع الاكستشينج خدوه اسمه مابي. اسمه ايه؟ مابي. المابي بروفايل دهوت ها في ثلاث مميزات. انا بكلم الناس بتوع الاكستشينج دلوقتي. الميزه الاولى ان الميل بوكس بتاعك موجود على السيرفر، يعني لو انت فرمطت الماشين بتاعتك ما تخافش على ايميلاتك، موجود عندي. حلو كده. اي نعم انت ممكن تاخد منها لقطه اللي هو الكاش مود وتخزنها عندك في ملف .ost فايل، .ost موجود في البروفايل بتاعك، بحيث انك انت تقدر تتفرج على الايميلات وانت نوت كونكتد. يعني انا جيت دلوقتي فتحت الاوتلوك، ده الاوتلوك بتاعي اهو، ميل بوكس احمد سرحان. بص انا ديس كونكتد ومع ذلك انا شايف الدنيا كلها. ليه؟ واخد لقطه، مجرد ان انا واخد لقطه بيسموها الكاش مود. ايميلاتي متسيفه عندي على الجهاز في ملف اسمه دوت او اس تي فايل، ومع ذلك هي برضو موجوده على السيرفر. يعني انا دلوقتي لو جيت حرقت اللابتوب ده ايميلاتي ما ضاعتش، ايميلاتي هناك. اجيب اي ماشين تانيه سطب ويندوز وسطب الاوتلوك وكونكت على السيرفر اشوف ايميلاتي. دي اول ميزه في المابي بروفايل. الميزه الثانيه الجلوبال ادرس ليست. ما تقدر لو كونكتد، تقدر لو كونكتد هتشوفها بس تفتحها. ماشي، هي نزلت على الماشين بتاعتك وفي كوبي موجود على السيرفر. ماشي. ايه الجلوبال ادرس ليست ده بقى؟ الجلوبال ادرس ليست، الجلوبال ادرس ليست الناس بتوع الاكستشينج يعرفوها، دي الليسته اللي بتظهر عندك في الاوتلوك، تقدر من خلالها تشوف كل الريسيبينتس اللي موجودين عندك في النتورك، اللي موجودين عندك في الاورجنايزيشن، بحيث انك بدل ما تقول له تو وتكتب الايميل ادرس تسلكت على طول، صح؟ ممكن تشوف جواها اليوزر ميل بوكس، ممكن تشوف جواها الروم ميل بوكس، ممكن تشوف بيها الاكويبمنت ميل بوكس، صح؟ ممكن تشوف جواها اللينكد ميل بوكس، ممكن تشوف جواها الكونتاكت، ممكن تشوف جواها جروب، ممكن تشوف جواها الدايناميك جروب. فاكرين الحاجات دي كلها ولا مش فاكرينها؟ تمام. ممكن تشوف جواها بابليك فولدر. كل الكلام ده موجود في الجلوبال ادرس ليست، صح؟ حلو. الميزه الثالثه في المابي بروفايل البابليك فولدرز. ايه البابليك فولدرز بقى دي؟ ها، ان انا اقدر اكسس البابليك فولدرز من خلال الاوتلوك. طبعا عارفين البابليك فولدرز واخدنا فيها ايه، ها، افلامانات ناس بتوع الاكستشينج. حلو، كلام جميل. ده النوع الاول اللي اسمه مابي. هل اقدر ابابليش هذا النوع من ورا الاكستشينج؟ اه تقدر، بس نوت ريكومندد. نوت ريكومندد. بتستخدم بروتوكول اسمه الار بي سي اوفر الاتش تي تي بي او الاتش تي تي بي اس، غالبا الاتش تي تي بي اس، نوت ريكومندد. دي بيسموها اوتلوك اني وير، اوتلوك اني وير، ودي لسه ما اتكلمناش عليها في كورس الاكستشينج. بتستخدم سيرفيس اسمها اوتو ديسكفر علشان تلوكيت الميل بوكس بتاعك اللي نوعه مابي اللي موجود على السيرفر. ماشي، نوت ريكومندد. الجديد بقى في الموضوع ان في بروفايل تاني غير المابي اسمه بوب 3، بوست اوفيس بروتوكول فيرجن 3. ايه بقى البوب 3 بقى بروتوكول ده؟ البوب 3 بروتوكول ده برضو بروفايل من ضمن البروفايلز اللي موجود على الاوتلوك، انا ككلاينت بستخدمه علشان اكونكت بيه على الميل بوكس بتاعي. انما الفرق ما بينه وما بين المابي نمرة واحد، ايميلاتي على الهارد ديسك عندي مش موجوده على السيرفر، الا اذا انا اخترت اوبشن اني اليفا كوبي على السيرفر، وده باي ديفولت مش موجود، وباي ديفولت مش متعلم عليه. كل ايميلاتي اسحبها عندي على السيرفر. حلو، احطها فين؟ بحطها
في بي اس تي فايل، ملف اوتلوك اسمه اوتلوك دوت بي اس تي، كل ايميلاتي بتنزل عليه. ماشي، مفهوم الكلام؟ حلو. دي نمرة واحد. امتى الجأ للقصة دي؟ لما يكون الميل سيرفر بتاعي هوستد بره. بمعنى ايام الكان ما كانش عندنا اكستشينج، يا جماعة هاتوا الاكستشينج جوه، لا احنا كده مرتاحين، حاطين الميل سيرفر هناك عند انترنت ايجيبت. طب انا لما كونكت على الميل بوكس بتاعي اللي موجود عند انترنت ايجيبت اكونكت ازاي؟ انا خايف اسيب ايميلاتي هناك بصراحة، ايميلاتي مهمة كريتيكال، فببدأ اعمل ايه؟ بظبط بروفايل ان هو يكونكت على الميل سيرفر بتاع انترنت ايجيبت، يسحب ايميلاتي كلها اللي بتجيلي على الميل بوكس بتاعي يحطها عندي على الهارد ديسك في دوت بي اس تي فايل. يبقى دي اول حاجة. الحاجة التانية، البوب 3 ما بيشوفش الجلوبال ادرس ليست. يعني حضرتك لو عايز تبعت لحد تكتب الايميل ادرس بتاعه، بتكتبه مره بايدك بيكايش عندك، بيكايش عندك في الفولدر اللي اسمه ابلكيشن داتا اللي موجود في البروفايل. يعني بعد كده لو حبيت تكتبه، تكتب الايميل ادرس ده، جاست انك انت تكتب اول حرفين هيكمله لك هو. بس ايه؟ ها، بس لازم يكون مكايش عندك. يعني ايه ما بتشوفش الجلوبال ادرس ليست؟ دي الجلوبال ادرس ليست. البوب 3 بروفايل ما بيشوفش البابليك فولدرز، ايميلاتك موجوده عندك في بي اس تي فايل، ما بتشوفش الجلوبال ادرس ليست، ما بتشوفش البابليك فولدرز. امتى الجأ له؟ لما يكون الميل سيرفر بتاعي بره. وامتى الجأ له تاني؟ لما اكون عايز احتفظ بكوبي من ايميلاتي على الهارد ديسك بتاعي. ربما اكون انا دلوقتي ساب الشركه وماشي، ساب الشركه وماشي يعني عامل ايه؟ طيب ماشي، عايز اخد كوبي من ايميلاتي. انا اوريك دلوقتي ايميلات الكان ليا من 4 سنين، اوريها لك موجوده كلها عندي، سحبتها كلها بوب 3 وحطيتها على بي اس تي فايل، عايزها بلجأ لها محتاجها. مش مفيش نوت ريكومندد انك تعمله مابي. الفكره ان المابي ده بتحتاج انك انت تكون فيزيكالي كونكتد على السيرفر في مكان واحد. انما دلوقتي انا لو كلاينت بره، لو كلاينت بره عايز اكونكت على الميل سيرفر بتاعي، عايز اكونكت على الميل بوكس بتاعي بالطريقه اللي هي المابي اللي هي عن طريق الاوتلوك اني وير، دي نوت سكيورد، لان كده هضطر ان انا ببلش الار بي سي. ببلشت الار بي سي معنى ذلك ان انا ايه؟ في خطر عليا، زي كده ال داب مثلا ما ينفعش يببلش. انت ممكن تببلش المابي، او ممكن تببلش البوب 3، او ممكن تببلش الاوا. من ورا مين؟ من ورا الايز. يعني ايه؟ يعني واحد دلوقتي ركز دلوقتي، يعني واحد دلوقتي بقى عايز يخش من بره، ركزوا معايا في الحته دي. واحد عايز يخش من بره على الميل بوكس بتاعه، ونوع الميل بوكس ده بوب 3. خلاص، ايه رايك ان انا هظبط الاوتلوك ان هو يكونكت على الانكمنج والاوت جوينج سيرفر، الريال اي بي بتاع الايزا، مش الميل سيرفر نفسه، الريال اي بي بتاع الايزا، نفس الكونسيبت اهو. والايزا لما يجي لها هذا الريكوست، ها تري دايركت على الانترنال سيرفر اللي جوه. واحد عايز ياكسس الاوا، يعني صفحه الويب اللي موجوده جوه على الاكستشينج، صفحه الويب اللي موجوده على الاكستشينج. ماشي، المشكله كاريت اتش تي بي اس ليسنر، قول للايزا ها هتعمل لي ليسن للاتش تي بي ريكويست اللي جاي لك من بره، وتري دايركت على الانترنال سيرفر اللي جوه. لو جينا على الايزا بقى دلوقتي وحبينا نببلش الكلام ده، ادي الايزا سيرفر مانجمنت، فايروول بوليسي دي اللي احنا كريتناها من شويه دلتها،
في اوبشن هنا اسمه بابليش اكسشينج ويب كلاينت اكسس، لو عايز ابلش الاول اللي هو زي ما اتفقنا ده فيرتشوال دايركتوري موجود تحت الديفولت ويب سايت اللي نازل على الاكسشينج، تقدر من خلاله تكونكت على الميل بوكس بتاعك من خلال صفحه ويب. هو في الحقيقه هو مابي بروفايل بس عن طريق صفحه ويب. ماشي، ببلش الاو هنا بيستني بيقول لي الفيرجن بتاعك ايه، هقول له 2007 مثلا، واقول له انا عايز ابلش الاو الاو لا في 2010 ماشي بس بيتا لسه 2006 بس ماشي، هقول له نيكست بعد كده سنجل ويب سايت، بيبدا بقى يدخل معايا في الطبيعي السيناريو بقى بتاع الايه الببلشنج بتاع الويب سايت، تعامل معاه كانه ويب سايت بالظبط. طبعا اس اس ال النيم وليكن مثلا اوا دوت اوا دوت اي بي سي دوت كوم، ولو مش عارف تريزولف النيم ده هوت ميل نكست، الناس هتكلمك بره بايه اوا دوت اي بي سي دوت كوم مثلا. فين الليسنر؟ تدي له الاتش تي بي اس ليسنر نفس السيرتيفيكت بنفس النيم اللي هي متسطبه على الاكستشينج، هتسطبها هنا على ايزا، مفهوم؟ ونكست بيزك اوثنتيكيشن نكست، وتحدد له الايه اول يوزرز اول يوزرز نكست فينيش. ده الببلشنج بتاع الاو، مفيش انا قفلت السيرفر اصلا. في بابلش بقى الميل سيرفر، ده لو انت مش عايز تبابلش الاو، عايز تبابلش ايه يا معلم؟ ها البوب، اقول له مثلا بابلش بوب 3 بابلش بوب 3 نكست اهو كلاينت اكسس ار بي سي اي ماب بوب 3 اس ام تي بي، هو ده اللي انا عايزه بوب 3 نكست، اعلم عليه طبعا سكيور بورت نكست، وادي له الاي بي بتاع الاكستشينج. فهم الكلام ولا مش مفهوم؟ ماشي، ده الببلشنج بتاع الايه البوب. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟